الناس ديال الوزاره والاداره التقنيه اشتغلت اخوتي على هذه السنه الماضيه. اولا خدمت على انها توجد مرسوم تطبيقي باش يخرج وباش يمكننا اننا ندوزوا التكوين مجانا. خدمت على اتفاقيه نماذج اتفاقيات اللي غتوقع بين الوزاره وبين المعاهد ديال النقل. ايضا خدمت على النموذج ديال الاتفاقيه اللي غتوقع بين الوزاره وبين الوزاره الماليه. ثم اكثر من هذا شنو هو؟ اكثر من هذا ان وزاره الماليه يعني الدوله قالت لك انا ما كنعطيش الفلوس ملي كنجي المسائل بحال هذه اللي غادي نعطي الفلوس باش يتوصلوا بها السائقين مجانا. انا خصني نعمل نفتح باب العروض نعمل منافسه وغير ذلك. ما يمكنليش نجي ونعطي الفلوس لهاد المعاهد ويعملوا التكوين. خصني نعمل نفتح باب العروض. ولذلك هما عملوا اتفاقيه اخرى خدامين عليها مع الوزير والان اللي هي منزله عند الخازن الوزاري باش انه يمكنوا هاد المعاهد من هاد الاتفاقيه هادي. يبقى السائق يجي اخوتي سمعوا المفيد، يبقى السائق يجي يدخل يختار المعهد اللي بغى في المدينه اللي بغى، يمشي يختار المعهد يجيب له الوريقات ديالو ويقول له بغيت البطاقه المهنيه. هذيك الساعه المعهد يشد منه الوريقات ديالو وغادي يدفعهم هو للوزاره، غيعمل له التكوين ديالو، غيعطيه الشهاده ديالو، ياخذ الشهاده يمشي عند مندوبيه النقل يدي البطاقه المهنيه لا درهم لا جوج في المعهد اللي بغى، غير شنو المعهد اللي قريتي فيه ديك المدينه نيت تمشي تجيب منها البطاقه المهنيه. ويمكن لك تختار في اي معهد. فهاد الشيء هذا كامل كان كخصو وثائق، كخصو مراسم تطبيقيه، كخصو اتفاقيات خدمت عليها الصراحه الوزاره، ولذلك تعطلوا هذا عام كامل لان الموضوع ماشي سهل. فهذا هو العرض اللي عملته رئيسه الشؤون التقنيه بالتفصيل، وعرضت هذه الاكراهات هذه كلها، ثم عرضت ايضا ما يتعلق بالتغطيه الصحيه الاجتماعيه للسائقين، وعندي عليها بعض المؤاخذات انا غنقولها من بعد. باش نزيد في الحوار ونزيد ما نعطلكمش بزاف، لان بزاف الاخوان كيقولوا لي اختصر، وانا لا احب الاختصار الا فيما يجب اختصاره. يعني كاين شي حاجه تقدر تختصر فيهم ولكن كاين شي حاجه خصك توصلهم بدقه. من بعد ما عملت هاد العرض هذا على التكوينات وعلى العدد ديال السائقين وعلى هادشي هذا كامل ووصلوا، قال لك حنا دابا الان على الابواب، باقي لنا واحد اسبوع ولا اسبوعين نتوصلوا بالرد من عند وزاره الماليه، ثم بعد ذلك نزيدوا واحد شهر اخر ان شاء الله ماكسيمو الاخر ديال السنه، يعني من هنا لاخر السنه يكون البرنامج ديال التكوين مفعل. ثم فتحت الباب ديال المداخلات ديال الناس ديال الحاضرين اللي كل واحد عطى الفكره ديالو، كل واحد عطى الانتقاد ديالو، كل واحد عطى الاقتراحات ديالو وهضر على المسائل التي تهمه، من ضمنها ما تحدثت في شانه انا والذي ساخبركم به. وهناك احد الاصدقاء سجل لي واحد الفيديو، انا الى وصلوا لي وصيفطوا لي راه نرسلوا لكم ديال المداخله ديالي مباشره، تعرفوا هذيك الساعه تما. اذا انا بالنسبه للمداخله ديالي كانت حول اولا هذا التاخير اللي عرفوا البطاقه المهنيه، فعلا حنا معذورين هذه الوزاره، عندهم شغل بزاف، عندهم قوانين، عندهم مراسم تطبيقيه، عندهم اتفاقيات كياخذ وقت، كاين فلوس كبيره، نتحدث على 30 مليار، كاين فلوس كبيره باش توجد. ولكن قلت لهم والله شاهد، وانا قلت لكم راه كاينين الاخوان الحاضرين وكاين فيديو مسجل، قلت لهم بانه راه الواقع صعيب على السائقين، لانهم ملي كيمشيو يطلبوا الخدمه راه الباترونه كتلقى كتقول لهم اعطينا البطاقه المهنيه. وقلت لهم كان عليكم انتم كوزاره، ونتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار هذه الفكره هذه، انكم تراسلوا الهيئه ديال الباترونه اللي هي كتعمل اكثر تمثيليه، وتقولوا لها بان البطاقه المهنيه موقفه حتى 2021، فما تبقاوش تطلبوا السائقين البطاقه المهنيه، خليوا الناس تخدم دابا. انا هذه قلت لهم في المداخله ديالي، قلت لهم باشكرتهم وقلت لهم بان هذه المده هذه يعني معذورين على التعطيل هذا كامل، لان الموضوع كبير ماشي سهل. الان السي خالد ما كاينش التكوين مجاني، كاين التكوين بالفلوس، شي تخلص هي، اما مجاني لا. ثم قلت لهم بان الوثيقه ديال اثبات السائق للمهنه، هنا اخوتي هنا الناس اللي كيهمهم الموضوع مزيان يركزوا معايا في هذه النقطه هذه.
لان باش تاخذ البطاقه المهنيه مجانا خصك تثبت بانك مزاول للمهنه قبل دجنبر 2018، بمعنى انك خصك تعطي واحد الاثبات، تجيب واحد الورقه واحد الاثبات ما راكش عامل انه كيثبت بانك كنت خدام شوفير سائق مهني قبل دجنبر 2018. انا في المداخله ديالي قلت لهم راه خصكم هاد الوثيقه هادي تتعاملوا معها بمرونه، ماشي ضروري غير شهاده العمل، راه كاين بعض الشركات ما كيعطيوش شهاده العمل، كاين 40 الف مقاوله وزياده منهم 80% عندهم كاميون وحده وجوج، ما عندوش حتى واخد الشركه ديالو هو عاد يعمل لك شهاده العمل. ولذلك قلت لهم هضروا مع السائقين يشوفوا وثيقة أخرى ولا شهود ولا عون قضائي ولا أي وسيلة أخرى من الوسائل اللي ممكن أنها تثبت المزاولة المهنة ديالو. يعني هذه الوثيقة هذه ما تعملوهاش على صفر رويضة، خففوها باش يتمكنوا السائقين من الحصول على البطاقة المهنية. ثم تكلمت لهم على الجودة ديال التكوينات وعلى المعهد النقل، وهذه راهي مهمة بزاف اللي هي المعاهد النقل اللي كتكون السائقين اعطيونا اجي جيب فلوس انا نعطيك الشهادة بلا ما تم التكوين. راه السيد الكاتب العام اكد على انه غادي تكون لجنة مراقبة صارمة في هذا الموضوع هذا، وكاع السائقين اللي غادي يمشيو وغايبغيو انهم يمشيو بلا ما يقراو ياخذوا الشهادة راه غادي يجيبوها في راسهم وما ياخذوش البطاقة المهنية ديالهم الا اذا قرا، الا ما قراش ما ياخذش بطاقه مهنيه ديالو، واخا يعطيه شهاده اخر، حيت كاين سيستم كيعرفوا واش قرا ولا ما قراش. هذه غادي تكون فيها مراقبه ان شاء الله على هذه المعاهد هذه. ايضا طلبت من الكاتب العام ديال الوزير بانه الا راسلناه حنا بموضوع حول شي معهد كيعمل خروقات ياخذ مراسله بعين الاعتبار، ما يبقاش يقول نعطيني الدليل ولا كذا. صافي جيت قلت لك ديك المعهد راه فيه شبهات خاص اللجنه تمشي تشوفوا، وراه السيد الكاتب العام جاوب مع هذا المعطى هذا وقال لك حنايا مرحبا بالشكايات ديالكم، هذا شيء مزيان. فيما يخص الموضوع ديال التغطيه الصحيه والاجتماعيه، انا اصلا معارض لهذا الموضوع ديال التغطيه الصحيه والاجتماعيه بهذا الشكل هذا. ما كتدخليش في راسي انا السائق يخلص 600 درهم وما يخصش التعويضات على الاطفال وغيره وغيره وغيره. كنشوف الظلم في حق هاد السائقين وهاد الفئه، فما كانش عندي تعليق كبير عليها. قلت لهم فقط لاحظت على انهم قالوا انه الا تمشى وخرج القانون راه خاص اجباري تنخرط فيه، تخلص ديك الفلوس هذوك اجباري. وقلت لهم بانه ما يمكنش نتوما غير تعملوا مشاوره تجيو تعلمونا وتخرجوا القانون، خص موافقه. الا كاين عطيونا اللائحه ديال هاد الجمعيات اللي غيوافقوا على هاد القانون بهذا الشكل هذا، لاننا حنا ما موافقينش. انا اصلا ما موافقش على هاد الشيء هذا. ثم كانت عندي وقفه مع العرض لانه كتبوا في اجتماع ديال 18 يوليوز الماضي بعض، كتبوا هكذا، بعض الهيئات كان عندها موقف من هذه التغطيه الصحيه. قلت لهم لا، انا كنت حاضر، ماشي بعض وانما اغلبيه الهيئات قالت لا من هذا الموضوع ديال التغطيه الصحيه الاجتماعيه بهذا الشكل المستفز هذا، حشومه. وهذا ماشي موضوع اللي ندخلوا فيه دابا نناقشوه بالتفاصيل. اذا الاخوان انا غادي نرجع معكم من الخلاصه. الاخوان اللي طلبوا مني سردة تحياتي بالنسبة للناس اللي دوزوا خضوا بالدبلوم دفعوا التجهيز من تما اليومين هذا سالت لهم صلاحية ديال البطاقة ديالهم المعمول. اللي سالت له صلاحية البطاقة المهنية ديالو راه غادي يجددها مجانا، هذا واضح. استنى ملي يفتحوا التكوين من دابا واحد شهرين جددت مجانا. إذا أيها الأعزاء أنا نعطيكم الخلاصة، الإخوان اللي طلبوا مني الخلاصة ونأوجيز ولخصها أنا سيدي. نجيكم نيشان البطاقة المهنية باقي لها واحد شهرين حتى ثلاث شهور إن شاء الله وتحل مجانا. راه كيوجدوا دابا الفليسات، المرسوم التطبيقي نزلوه، القانون عملوه، الاتفاقيات وجدوهم، كخصهم غير يسنيوهم ويحولوا الفليسات للبنك، والبنك تمشي تحولها للمعاهد، والمعاهد يعيطوا لكم وتمشيو تعملوا التكوينات ديالكم مجانا. إذا من دابا واحد شهر ولا شهرين يمكن لك تبدا تستفاد إن شاء الله بناء على ما جاء في هذا الاجتماع هذا. كيفاش غادي تستفد من البطاقة المهنية؟ عندك البرمي قبل 2018 دجنبر 2018، عندك البرمي مهني قبل دجنبر 2018، مزيان، سبق لك خدمتي، مزيان أسيدي. غادي تجيب البرمي ديالك والوريقات ديالك وغتجيب معاهم واحد الوثيقة تثبت على أنك خدمتي
في هذه المهنه هذه اللي باغي فيها البطاقه المهنيه، بمعنى انك الا طلب بطاقه مهنيه درموك خصك تجيب واحد الوثيقه بان خدمتي في الرموك. الطريقه ديال الوثيقه هي احسن وثيقه هي شهاده العمل، ولكن ان صعب عليك انك تجيب شهاده العمل غادي تكون شي وسيله اخرى او ما يدرسوها، لان باقي اجتماع اخر غادي يكون في هذا الاطار، هذا اجتماع معنا باش نعطيو مقترحات ديالنا اللي ممكن تعوض هذه شهاده العمل. شنو هي الحاجه اللي ممكن تعوض شهاده العمل؟ واش ما حضرت عون قضائي، واش شهود، واش 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 صافي. غتجيب هذه الوثائق هذو غتمشي تختار المعهد اللي بغيتي. انت ساكن في طنجه مزيان ولكن كتخدم في الداخله، غتمشي تقرا في الداخله ما كاينش مشكل، بغيتي تقرا في اكادير ما كاينش مشكل، بغيتي تقرا في طنجه ما كاينش مشكل، بغيتي تقرا في كازا ما كاينش مشكل. اذا شنو غادي تعمل؟ غتختار معهد في المدينه اللي بغيتي اللي كتواتيك، وغتمشي لعندو تدي له الوريقات وتدخل له بغيت البطاقه المهنيه. غيشبرك غادي يسجلك، ملي كتكمل اللائحه ديال واحد 16 واحد كيوز ديك اللائحه وكيعطيها للوزاره كتوافق له عليها، كيعيط لك في التليفون اجي تعمل التكوين. كتعمل التكوين، هذا التكوين هذا راه ما غيكونش شهر، غادي يكون غير 10 ايام في نقل البضائع وشي 13 يوم وقيله ولا 14 يوم في نقل المسافرين. 10 ايام كتقرا، هاد 10 ايام خرجها من الحياه ديالك ومشي قراها واستفد فيها، وغادي تقراها وديك الساعه ملي غادي تقراها غادي يعطيوك الشهاده ديالك. ديك الشهاده كتشبر وتديها لمندوبيه النقل، وهكذا ملي كتديها لمندوبيه النقل هما اللي كيعطيوك البطاقه المهنيه. اذا انت التعامل ديالك غيكون مباشره مع المعهد اللي اخترتي انك تمشي ليه. وانا اوصيكم انكم تختاروا معاهد في المستوى، معاهد اللي السيره ديالو مزيانه، لانكم بغيتكم تستافدوا وما بغيتكمش توقعوا في الفخ انكم تمشيو غير تسجلوا تديو الشهاده راه من بعد ما تديوش البطاقه المهنيه. اللي كيعيط له شي معهد وكيقول له اجي بلا ما تقرا وخلص ودي الشهاده، راه من بعد غيوقع لك مشكل في البطاقه المهنيه صافي. بالنسبه البطاقه المهنيه هذا هو الموضوع ديالها، من دابا 3 شهور ان شاء الله قالوا غادي تكون واجده تبداو تقراو وتاخذوها. من ناحيه ديال المراقبه ديالها كاينه في 2021. انا راه مت في المداخله ديالي قلت لهم راه الا ما وجدتوش البطاقه المهنيه للناس ما خصناش يتكرر الخطا ديال 2014 وتعاودوا تحرموا مخالفه للناس وانتم التكوين باقي ما وجدتوش. ولذلك اما وجدوا اما اجلوا المراقبه على البطاقه المهنيه، ما كنقولش شي حاجه اخرى، على البطاقه المهنيه حتى توجدوها للناس. خوتي واحد دقيقه بارطاجيو الله يرضي عليكم هذا الفيديو باش يوصل للسائقين. هذا فيديو فيه بزاف ديال المعطيات اللي كانت اليوم في الاجتماع فيها، بس بارطاجيو كل واحد فيكم يبارطاجي ما تخسروا والو، بارطاجيو باش يوصلوا عند سائقين اخرين. وتابع هذا فيما يخص البطاقه المهنيه وفيما يخص داكشي التغطيه الصحيه، راه باقي ما وضحش وباقي فيه اجتماعات اخرى. كانت واحد المداخله ديال السيد المدير حول شروط ديال ولوج المهنه في المستقبل، قال لك اسيدي حنا ملي غنخلصوا عليكم البطاقه المهنيه ما بغيناش السائق يكون مستوى ديالو ضعيف او لا او لا او لا او لا او لا، خصنا السائق يكون سائق واعي ومزيان وغيره وغيره. هذا موضوع ما باغيش ندخل فيه في التفاصيل ديالو لانه ربما نعملوا له شي فيديو اخر من فيديوهات رسائل رضا الحسناوي. الاخوان غادي نشوف دابا التعليقات ديالكم، والى عندكم شي اسئله نجاوبكم. نتمنى انه تكون عرفتوا موضوع البطاقه المهنيه لانه هو الهاجس الاكبر ديالكم. راه بالخلاصة من دابا 3 شهور إن شاء الله غادي يفتحوا المجال تاخذ بطاقة. عندك بيرمي قبل دجنبر 2018 جيب الوريقات ديالك مشي للمعهد اللي اخترته سجل، هو اللي غيتكلف، هو اللي غيتصل بالوزارة، أنت غاتقرا وتاخذ الشهادة ديالك مجانا. إذا إخواني إلا كان عندكم شي سؤال قبل ما نقطع الفيديو مرحبا. مشكورين على المتابعة ديالكم وأذكركم أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو أخوتي. بارطاجيو الله يرضي عليكم باش راه ماشي على شي حاجه تبارطاجيوها، تبارطاجيو غير باش توصل هذه الرساله لسائقين اخرين اللي مساكين كيبقاو يسقسيو وكذا، خصوصا بعض الاخوان كيسقسوني يسالوني في الخاص ديالي وانا ما كنقدرش نجاوب معاهم لان الخاص ديالي لا يطاق. عرفتي شحال من ميساجات داك الشيء ما نقولكمش، ما كرهتش نعمل لكم شي فيديو تشوفوه ولكن ما نقدرش. اذا كنشوف انا واقيلا ما كاينش الاسئله، نرجع الى كاين شي حاجه هنايا. لا تنسى اخي دا دا دا، اذا اخي بطاقه مهنيه اجباريه 2021 وليس الغائيه، اذا شفر لكم مدينه طنجه ما يمكنش يتوصل بها لان هذيك حتى المستقبل.
سي العربي التوامي. لا ما كاينش شي حاجه اسمها الغاء البطاقه، كاين التاجيل ديالها 2021 تبدا المراقبه ديالها، والناس اللي عندهم الشواهد ديالهم باقي ما جاوش ما جاتلهمش البطاقه المهنيه ديالهم راه دابا تجي ان شاء الله ويزعوا يسالوا عليها، وان شاء الله يبدا هادشي هذا يتفعل من دابا واحد شهرين. اذكر الاخوان راه تجبروا مشكل الناس اللي كيتصلوا بكم وكيقول لكم اجيو تعملوا اجيو تخلصوا وتديو غير الشهاده راه تلقاو مشكل في المستقبل. انا كنقول لكم وقولوا رضا قال نهار فلان فلاني. هذا نهايه ديال الفيديو، غادي الناس اللي عاد التحقت بينا غنقول لكم الا تصنتوا هذا الفيديو من الاول راه غادي تلقاو ان ما تنشوف شحال الوقت فيه نص ساعه منا. الناس اللي التحقت بينا الان الا عملتوا هذا الفيديو من الاول غتلقاو 20 دقيقه الاولى فيها عرض على اللي وقع في الاجتماع، واحد فكره بالتفصيل على شكون اللي جا الاجتماع، شكون ما جاش، شكون اللي هضر، شكون اللي عمل العرض. في 10 دقائق الاخيره غتلقاو الخلاصه ديال هذا الفيديو هذا وديال داك الاجتماع، خلاصه حول البطاقه المهنيه فين وصلوا دابا. صافي الاخوان، اذا تبارك الله عليكم، لن اطيل عليكم اكثر، بارطاجيو الله يرضي عليكم هذا الفيديو. شوف من انا كنقول لكم بارطاجيو، هذا ماشي يوتيوب باش نربح منه فلوس ولا شي حاجه، انا عندي اليوتيوب وعندي قناه وفيها 1200 ديال الناس المتابعين ما كنشرش فيها، باش ما يتقالش رضا الحسناوي كيستغل وباغي اليوتيوب وباش يدير، ما كنشرش في اليوتيوب والله الا عندي فيها 1200 متابع. اذا انا ملي كنقول لكم بارطاجيو في فيسبوك غير باش توصل للرساله للناس سائقين اخرين، غير باش توصل الموضوع لهاد السائقين هادي، راه نتوما عارفين ما كاين حتى شي خفايا ولا باغيين فلوس من هادشي هذا ولا شي حاجه. كنقول لك بارطاجي الفيديو في فيسبوك راه غير باش هادشي هذا يوصل عند السائق، راه اليوتيوب ما كنعملوش. صافي اخوتي تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما وابدا، متمنياتي لكم بالتوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر من فيديوهات رضا الحسناوي. تهلاو.